ايوه هذا دكان ما شاء الله، ماذا يبيع فيه؟ الله المستعان. هذا هو الدكان في فيتنام، لكن في القرية هذه. وش هذه الشهادات؟ شهادات يعني تفوق ولا ايش؟ نعم تفوق. هذا لأولاد صاحب الدكان، حتى للكبار. الله المستعان. يعني يبيعوا هذه الأشياء؟ ها ليست للبيع. ها هذه تفوق كانت من. وهذا الدكان مع هنا هذه ملابس أيضا مع شرب الشاي. ما شاء الله دكان متكامل هذا. هذا أصدقائنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما شاء الله.